مرحبا، مساء فيكم اعزائي المشاهدين من جديد. ننتقل الحين الى الانجازات الرياضيه، تحديدا البحريه. فقد سجل سعادة الشيخ حسن بن جبر آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للرياضات البحريه رقم قياسي جديد لاسرع زمن لتحدي السرعه خلال مشاركته في سباق بحيره اوزاركس السنوي الشهير للسرعه في ولايه ميسوري الامريكيه. التفاصيل نشوفها في هذا التقرير. تعتبر الرياضات البحرية واحدة من أبرز أنواع رياضات المتعة والتشويق ومن أصعبها في الوقت ذاته، وقد أخذ الاتحاد القطري للرياضات البحرية على عاتقه النهوض بالرياضات البحرية المختلفة وتطويرها. ويكاد لا يمر موسم إلا ويشهد إنجازات مختلفة للاتحاد تتوج أبطال قطر عالمياً، وتجعل للاتحاد ولقطر بصمة كبيرة في الخريطة العالمية للرياضات البحرية. أحدث تلك الإنجازات حققها القبطان سعادة الشيخ حسن بن جبر آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للرياضات البحرية بتسجيله رقم قياسي جديد لأسرع زمن لتحدي السرعة خلال مشاركته في سباق بحيرة أوزاركس السنوي الشهير للسرعة في ولاية ميسوري الأمريكية، وذلك على متن الزورق التوربيني الأدعم 96 والبالغ طوله 50 قدماً. وتمكن سعادة الشيخ حسن ومساعده ستيف كورتيس من تحقيق معجزة سرعة خارقة عبر تسجيل سرعة 244 ميلا في الساعة، ليحطم بذلك زمن السرعة القياسي القائم لبحيرة أوزاركس 224 ميلا في الساعة في إنجاز رياضي قطري غير مسبوق. عن هذا الإنجاز القطري غير المسبوق يشرفنا أن نستضيف معنا في الاستوديو القبطان سعادة الشيخ حسن بن جبر آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للرياضات البحرية قائد الزورق التوربيني الأدعم 96. يا مرحبا الشيخ. مرحبا، مساء الله حيكم، الله يجزاك خير. مرحبا فيك الشيخ معنا في برنامج ترحيب، ومبارك لك هذا الإنجاز التاريخي، ونبي توصف لنا شعورك سعادة الشيخ بهذا الإنجاز. والله شوف، يعني هذا كان حمل كبير قد احنا حطيناه على اكتافنا العام بعد ما انتهينا في نهايه الموسم في نوفمبر. فكان ان احنا كنا يعني نبي نعرف، كنا بنسوي جدول للزورق هذا، يعني وين راح نشارك فيه وايش الاهداف اللي كانت مرجوه منه خلال السنه هذه. فالزورق سباق ليك اوف ذا اوزاركس هذه، يعني هاي السنه هذه له 26 سنه يقام السباق هذا، ومفتوح لكل الفئات، مفتوح لكل الزوارق بأنواعها وأشكالها. فارتئينا ان احنا ان نشارك في السباق هذا، خاصة لأنه صداه قوي في أمريكا وله متابعينه مش بس في أمريكا، حتى خارج أمريكا. فكان الهدف ان احنا نروح هناك ونحاول نسجل رقم ونبرز اسم دولة قطر في الرياضة. السؤال سعادة الشيخ، الرقم اللي حققته أنت السرعة كم؟ والسرعة الرقم اللي كسرته؟ هو شوف، احنا خلنا نرجع شوي خمس سنين وراء. احنا كنا نتابع زورق اسمه ماي واي. زورق ماي واي هو نفس تصنيع زورق الأدعم الموجود عندنا الآن، 50 قدم، 12 فوت العرض، تقريبا نفس الأوزان، محركات توربينية عليه، واحنا عندنا محركات توربينيه. فبدا هو في المشروع هذا في 2009 يحاول في تسجيل الارقام. كان الرقم في 2009 198، وصل ل 202 ل 209 ل 214 الى 224 اللي صارت العام. 224 ميل؟ اي نعم. كم كيلو؟ اظن والله اظن حول 360. 360 يعني ما بعرف تحويلها بالضبط، اظن 360. فكان الهدف ان احنا على كل الارقام اللي احنا عملناها كنا احنا يعني نحاول ان احنا نقول والله في 30، يعني 230 233 هذا الزورق. نعم، هذا الادعم، هذا الادعم. ف سوينا تجارب والحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى كسرنا الرقم ب 20 ميل، فسجلنا احنا 244 هو اللي تسجل في تاريخ البطوله هذه. و
حتى في سباقات اللي سباقات السرعه للمراوح، تصميم مراوح مخصصه، اسرع زورق وصل من 4 سنوات كان 228 ميل، فاحنا يعني سجلنا اسرع من الرقم القياسي الموجود لسرعات المراوح واللي ليك في وزارك، يعني مثل ما يقولون ضربتين في الله يوفقك. هذا اللي عنده طموح يوصل الحمد لله. 300 وكم سرعتنا؟ احنا سجلنا 392 392 كيلو متر في الساعة. نعم يعني احنا ما نبي نزعل وكالات السيارات، ولكن السيارات الرياضية الثانية عندها سرعات اعلى، ولكن احنا نتكلم عن ميل، يعني ما نتكلم احنا عن سرعات في مسافات طويلة، نتكلم عن سرعة في ميل، دخول في 40 ميل والخروج بأسرع سرعة. نعم، احنا يمكن نذكر حق المشاهدين الكرام بالكيلومتر، يمكن البعض ما يعرف ما يتصور السرعة بالميل، يعني اكثر شيء بالكيلومتر. 392 يعني مبارك لك. على حسب القراية صراحة، الجي بي اس يتاخر لان السرعه هذه الجي بي اس ما يقدر يقرا، ما يلحق عليها. فالرادار اللي موجود، الرادار يصيد سرعه الزورق على عند زاويه معينه وقبل نهايه، قبل البويات الخروج او الاكزيت من نهايه الميل. فالرقم احنا شفنا رقم اعلى من 244، ولكن يعني رقم شوي يخرب. خلنا 200. بارك لك وتحمد لك بالسلامه. الله يسلمك الشيخ. اي بطوله تبغون تشاركون فيها لازم تستعدون. خلال الاستعداد لازم تواجهك بعض المشاكل أو الصعاب، لازم تتجاوزها عشان تصل الهدف المرجو اللي هو تحقيق الرقم والفوز. شلون كان استعداداتكم وإيش المصاعب اللي مرت عليكم؟ شوف، المحركات كانت صعبة الوصول لها أو الحصول عليها، لأن لها يعني تصنيع خاص وتجهيزات خاصة. حصلنا المحركات، بقى الان الجير على اساس ان المحرك هذا يعطي محرك توربين، الناس اللي عندها خبره في التوربين يعني المحرك هذا يعطي تقريبا 17000 ار بي ام بس على الشيفت. فلازم المراوح والجير تاخذ تقريبا اكثر شيء 7800 7900 ار بي ام، فلازم في جير اساس ينزل قوه الار بي ام هذه من 16000 الى 7000. حصلنا واحد والثاني اخوه ما حصلناه، دور لين ما حصلناه. حصلنا الثاني من الان اللي راح يتاكد لنا من صلاحيه الجير هذا، ارسلناه الى شركه، الشركه كل يوم بكره بعده كل يوم بكره بعده ارسلنا واحد من الفنيين يكون موجود هناك تجارب على اساس يتاكد بس من صلاحيه التروس اللي داخل والبيرنجات اللي فيه. وصل هناك بعد بكره والسباق قبل يقرب، خلص يوم الاربعاء اظن الساعه 10 في الليل، قلت لهم يشيله معاه يحطه في جنبه في الطياره في الكرسي ويجيبه. جابوه يوم الاربعاء في الليل، الخميس الصبح ركبناه، وصارت في مشكله في الكمبيوترات لان اول مره احنا نركب كمبيوترات على محركات، فكانت في مشكله في الكمبيوترات في انها تنسق. كم باقي عن البطوله؟ كان باقي اسبوع. باقي اسبوع والبطوله 3 أيام ونص سواقه من المدينه اللي احنا فيها. احنا في اورلاندو وهي في ميزوري وسط امريكا. يوم الجمعه كان قررنا احنا شغلنا المحركات يوم الخميس المغرب، الجمعه الصباح الساعه 7 الصبح قلنا لازم نجرب خلاص. وانتوا تروجون؟ لازم نجرب الان، ما عاد في احتمال، نجرب ونخلص ونشحن على طول. الجمعه تصاريح الاستخدام البحيره ما كانت موجوده، تاخرنا لما جات تصاريح استخدام البحيره لان عندنا سرعات عاليه فلازم تسكر البحيره ولازم يعني تصاريح خاصه. حصلنا تصاريح الساعه 10 وشوي 11 بدينا التجارب. هذه المحركات طبعا خلصنا من التجارب، صارت في بعض العطل الفنيه موجوده فما كان في اي يعني مجال ان احنا نقول والله راح نصلح. شكيت انت انك ما راح تشارك الشيخ؟ اي والله شكيت، اي والله انا شكيت معزم. ولكن معزمين يعني عزيمه والاصرار والله. شوف، حتى الشفتات اللي استخدمناها، واحد من الشفتات قام يعني في خلل كان في الميزانيه. فكلم المصنع يقول لك انا عندي الارقام صح. ف عدة اشياء تصير في بالك في ان هل راح يصمد الشفت ما راح يصمد الشفت، لان العام تكسرت عندنا شفتات بنفس الشيء. العام كنا احنا على تقريبا 1800 حصان، السنه هذه على 4000 حصان. فاذا الشفت تكسر على 1800 فما بالك على 4000، فيعني مليون شغله في بالك. هل المراوح راح تصمد؟ المراوح ما راح تصمد. عملنا تعديلات كثيره على الزورق، على البدن الزورق على اساس انه يعطي ثبات في البحر. في جناح قدام على اساس محله لو في حاله طوارئ وشيء بامكاننا نستخدم الجناح ينزل خشم الزورق. كل هذه ما قدرنا نسويها في التجارب لان صارت في اعطال ثانيه. تفكيركم في الماكينه؟ تفكير في الماكينه والجير، هل ان هذه راح يصمدون ولا لا؟ يعني الغينا فكره الجناح. ووصلنا ميزوري قبل السباق اظن بيومين، وصلنا الخميس، الجمعه قلنا نتاكد من تشغيل المحركات كل حاجه. السبت الصبح قالوا الجمعه بننزل، قلنا السبت الصبح ننزل. السبت الصبح الفجر الساعه 7 قبل ما تطلع الشمس نزلنا وحركنا الى موقع السباق
واول تجربه كان عندنا، لان كان عندنا برشوتات موجوده على الزورق، لان لا قدر الله ان شفنا الزورق بدا يطلع خارج السيطره، بامكاننا نشغل نفتح البرشوت على اساس نوقف الزورق او ان نقلل من سرعته، لان حاطين لنا لازم نوقف خلال الميل بعد بويات الخروج، لازم خلال الميل وفي جسر قدامنا، يعني شقحت الجسر تشطب عليك النتيجه. ففتحت البرشوتات في التجربه الاوليه وخربت علينا الارقام. بعد ما زلنا سجلنا 210 ميل واحنا ساحبين برعانة برشوتات يعني، فهذه خلت كثير من الناس الموجوده هناك ان اللي كانت تشكك في اداء الزورق قال والله تعال اذا سحبوا 210 اذا جابوا 210 ساحبين برشوتات على بدون برشوت بيجيبون سرعات. وفضل من الله سبحانه وتعالى التجربه الثانيه سجلنا فيها 244، عقب قدام خلاص طلعوا الطرات غسلوا وحطوا على التريلر ولا عاد تنزلون في الماء. هذا الشيخ يعني سؤالي، اكيد في منافسين لكم في، واكيد انهم يشوفون تجاربكم. نعم. اهم الاسماء المنافسه لكم، وبعدين انا لما ادخل قدام المنافسين واسوي التجارب هذه، هل هذا لصالحي ولا لا؟ طبعا انت تلعب لعبه مثل ما يقولون حرب نفسيه. فيها جاء زورق، اخذ زورق اللي عندنا 50 فوت، نفس المصنع نفس كل شيء، عليه اربع محركات، كل واحده اظن حوالي 1800 حصان، يعني تقريبا بالقوة الأحصنة تقريبا متشابهين، لكن قلت حق الرجال قلت له يعني انت جايب 1800 في أربعة، عليك الحسبة في القوة، ولكن انت اللي نسيت ان احنا وزن المحرك الواحد عندنا 500 كيلو ويطلع 4000 حصان، مقارنة ب اظن عندك المحرك حوالي 700 كيلو وزنه بالسوبر تشارجر، ما سوبر تشارجر الامور هذه، فعندك انت يعني اثقل منا احنا. فدخل شارك طلع اظن سجل 100 و قريب 80 ميل، طلع قال انا ما اقدر انافسكم، قلنا لك من اول يعني. ولكن المنافس لا ترجع روحك ها. نعم. ولكن المنافس الوحيد لنا اللي هو زورق الكندي ماي واي. ماي واي هو اصلا كان لكاس الارقام، اللي كان مسجل ارقام السنوات اللي طافت. رفض انه يشارك، قال انا راح اشوف ايش راح يسوي فريق قطر وبعدها راح اقرر اذا راح تكون له مشاركه في 2015. طبعا في علاقات بيننا وبينه، ارسلنا له رساله قلنا له لا تشارك، احنا 244 الحين، اذا لك نيه السنه الجايه احنا حاضرين ان شاء الله. الشيخ بالنسبه لمثل هذه الانجازات كيف ممكن تعكس مستقبل الرياضات القطريه ان شاء الله للايجاب ان شاء الله؟ شوف الكل ينظر الى دوله قطر يعني بنظره، كل عنده نظرته خاصه في دوله قطر، اما تقول والله جماعه جايين من 14000 كيلو وجماعه ماخذين، يعني الامريكان ياخذون فكره ان الجماعه هذول في بر ومع وكل على جمال ومطايه والامور هذه كلها، وفجاه يجيب زورق ويشارك فيه، يعني صعب انه يستوعبها. ولكن الحمد لله عندنا انجازات قديمه احنا من قبل، وعندنا انجازات في امريكا، فجبنا لهم زورق من تصنيعهم، محركات من عندهم هم بقيادتنا احنا وتجهيزاتنا احنا. احنا استلمنا الزورق من المصنع ولكن غيرنا عليه خلال فتره التصنيع، لان قلنا له تعال يا اخي احنا ما راح نسوي مثل الباقيين نشتري عندك زورق، احنا قلنا له هذه المحركات اللي راح نستخدمها احنا في المستقبل في 2014 صنع لنا الزورق على اساس يتحمل هذه، فعكسنا احنا حتى طريقه التصنيع فيها في البدايه، والحمد لله رب العالمين حطينا بصمه. السنه الجايه احنا لما جينا مزوري السنه هذه كل اللوحات الموجوده كان عليها زورق ماي واي وباسمه وبسرعاته، السنه الجايه راح يكون عليها زورق قطر الادعم موجود هناك باللوحات في كل امريكا في ولايه ميزوري، وخلال حتى الاعلام يعني اخذنا الصفحه الاولى في الجريده المحليه في ميزوري والحمد لله. جبر يمكن احنا قاعد نتكلم عن الزورق وعن قوه الزورق والدريول، احنا نبي والله الدريول مو بصاحي اظن. والله يا اخوي شوف شلون حافظت على ادائك طول فتره السباق توصل هالسرعه؟ مثل ما قلت لك يعني هل معك ملاح سعد الشيخ؟ معي مساعد. مساعد في يعني انا عندي الستيرنج وعندي الجي بي اس وعندي الاتصال وهو عنده السرعات والتحكم في الزورق. طبعا انت لما تتكلم عن 8000 حصان وتتكلم عن سرعات خياليه مثل هذه مستحيل انت راح تقدر تسوي بهذه كلها، بس لازم في الاهم منها ان انت لازم تثق في اللي جنبك، واللي جنبك لازم يثق فيك، اذا ما كانت الثقه هذه موجوده ولا ان هذه يعني انتهت. فانا مع ستيف كيرتس من 2008 مع بعض، عارف لي بالضبط انا كيف انا اسوق، وانا عارف بالضبط هو كيف يتحكم بالزورق. قليل ما احنا نتكلم داخل الزورق، لكن حطينا خططنا بالضبط ايش اللي راح نسويه، كيف راح تكون الانطلاقه، مين اللي راح يتكلم، مين اللي راح يقول شفت العلم، على اساس انه هو يبدا يضغط على المحرك. وبعد ال 210 بديت انا اقرا السرعات اللي انا اشوفها، يعني يوم شفت ال 230 انا ارتحت، قلت له خلاص احنا 230، ولكن المحركه التربينيه هذه ياخذ لها وقت لما تخفف سرعتها من ترجع على الثراتلز، لكن الحمد لله وصلنا كان عليها. يقدر يجيب اكثر شيء؟ كان يقدر يجيب اكثر. اي بس تجيب 244
هنزيد 240 بس يقدر يجيب اكثر. بس اليوم وصلت 230. المساعد كان ساكت. اقول 230 انا سكت ما قمت ما عرفت ايش اقول خلاص. انا المطلوب كسرت الرقم سجلناه خلصنا كسرنا الرقم. كان عندنا تخوف من ان الرادار ما راح يقرا حتى احنا يعني خشم الطراد من قدام حطينا عليه العاكس هذه الحراري على اساس انه نضمن ان الرادار يقرا السرعه صح اساس ما نسوي تجربه غير التجربه اللي احنا رتبتوا الفوز وكسر الرقم ترتيب يعني ما شاء الله على الاوراق شوف على الاوراق وفضل من الله سبحانه وتعالى ان الامور تمشي صح بس هذه تدري المهندسين كلهم يقولون لك والله على المروحه الفلانيه على الوزن الفلاني على القوه الفلانيه لازم تجيب السرعه الفلانيه ولكن هذه ارقام الواقع غير عن لان هذه حركات توربينيه تشتغل على ارتفاعات في هي على طيارات فلازم لها جو بارد اساس تعطيك ال 4000 حصان لازم تكون انت في تقريبا في 60 درجه فهرنهايت انت تتكلم انت تشغل محركات على تقريبا على ارتفاع سطح البحر على الصفر درجه الحراره عاليه تخسر قوه حصانه كثيره من المحركات حسبه معقده حسبه معقده يعني اذا ما انت عايش في الاجواء هذه قد لك سنين ولا صعب ان الواحد يعني التفكير حمد تدري انه يعني إن انا قاعد هو الحين يقول شيء ما قاعد ابغى استوعب لكن تدري يعني التفكير والله جد التفكير انه بس ستيرنج وعطى ريس وكسر الرقم لا والله حتى عندنا جناح قدام يعني موصلين على الجهاز الكمبيوتر لا قدر الله الزورق ارتفع اكثر من 5 درجات كحجم المركبه اذا ارتفع او حجم الطراد ارتفع اكثر من 5 درجات يفتح الجناح هذا نفس الجناح الموجود على الطياره لا على اساس ينزل خشمه للسلامه والباراشوت نفس الشيء مثل ما قلت انا على اساس لا قدر الله صار شيء ولا حاجه الباراشوت يفتح على اساس يقلل من السرعه الله يوفقكم الشيخ قبل ختام بصفتك رئيس الاتحاد القطري للرياضات البحريه البطولات المقبله وش هي واللي انتم بتشاركون فيها ان شاء الله؟ اولا احنا اليوم كانت عندنا سباق في اسبانيا اخواننا في الدرجات المائيه الهيدوس والدرويش حصلوا المركز الخامس والمركز العاشر مبارك لهم اليوم مبروكين يستاهلون وما قصروا بيضه لو جيهم هاي ثاني مشاركه لهم الحمد لله. وانا جاي هنا ما قدرت يعني طلبت الحسبه وين ترتيبهم في بطوله العالم الان لكن ما جاتني لكن ان شاء الله انهم يعني في الفئات اللي قدام متى صارت واضحه عندكم بكره نعلن عنها حتى لو تعالى. بعد بكره اللي انت تبغى الشيخ متى ما كان جاهز احنا حاضرين ان شاء الله تعالى وعندنا بطولاتنا الان راح تبتدي احنا من شهر 10 ان شاء الله راح تبتدي تكون عندنا بطولات محليه عندنا من شهر 10 الى شهر 4 السنه الجايه تقريبا اسبوعيا عندنا فعاليه على البحر رياضيه وان شاء الله كلها للشباب هالقطر الله ان شاء الله والتوفيق من الله سبحانه الله يوفقكم ان شاء الله بيض الله وجهك سعاده الشيخ حسن بن جبر ال ثاني رئيس اتحاد القطري للرياضات البحريه وقائد الزورق التوربيني لدعم 96 شكرا لوجودك معنا في استوديو ترحيب وشكرا على هذه الانجازات اللي انت قاعد تقدمها لنا وبيض الله وجهك ما قصرت شكرا ما قصرت الله يبيض وجهكم شكرا جبر مبارك لك مره ثانيه الله يبارك لك شهد الكرام من الانجازات الرياضيه ننتقل الى منتجع القصار حيث يتواجد نديبنا حمد الفياض ضمن فعاليه احتفاء الخطوط الجويه القطريه بالالتحاق اكثر من 120 طالب قطري ببرنامج الدرب مساك الله بالخير يا حمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساك الله بالخير أخوي خالد مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام خالد بالفعل احنا موجودين في منتجع القصار واليوم تحتفل الخطوط الجوية القطرية بأكثر من 120 طالب التحقوا في برنامج الدرب هذا البرنامج صراحة اللي يخدم القطريين من الدرجة الأولى في تقديم لهم برامج معينة أنا جبت لكم شوي معلومات وبيكون معاي ضيف عنده خبرة كبيرة في القطرية وبيقول لنا شلون هذا البرنامج أضاف له وأضاف للجداد اللي موجودين طبعا البرامج اللي موجودة من خلال هذا البرنامج هم 9 برامج الأول الابتعاث الوطني بعدين برنامج تدريب الطيارين بعد صيانة الطائرات وتدريب الصيفي وتدريب الخريجين وإدارة الطيران وعمليات المطار وفي إدارة الأعمال ومثل ما تعرفون أن هذه التخصصات في عندهم أكثر من 23 تخصص هذه التخصصات ممكن أنهم يستفيدون منها الملتحقين مو بقول لكم التخصصات كلها ولكن هي تكنولوجيا المعلومات علاقات عامة الهندسة الكهربائية هندسة الطيران الموارد البشرية علاقات عامة تسويق محاسبة علاقات دولية إدارة السياحة طبعا هذا كله لأن دولتنا العزيزة قطر دائما تسعى للأمام والقطرية دائما تفتح خطوط جديدة على أساس أن هي تستقطب قطريين أكثر نتكلم أكثر عن استقطاب القطريين يسعدني أن أنا أستضيف واحد من أقدم الطيارين الموجودين حياك الله يسلمك مساك الله بالخير مساك الله بالنور يا حبيبي شيخ بارك الله يجزاك خير تعرفنا بنفسك طيار سلمان العنزي سلمان كم سنة؟ صار لي 9 سنوات في الخطوط الجوية القطرية طيب قبل ما ندخل في الأسئلة شلون الجو وشلون الأرض؟ تعرف تسوق في الأرض ولا؟ لا
ما تعرف تسوق سيارة. الجو أحسن من الأرض. نعم. طيب سلمان، 9 سنين كطيار، شلون هذا انعكس عليك كشخص؟ كشخص بالبداية الطيران مجال عملي. جميل. يعني يتطلب دراسة متواصلة، يتطلب دائما بحث في هذا المجال. حلو. لتطوير النفس والذات. طبعا بعد 9 سنوات هذه الطيار يكتشف نفسه انه صار عملي فقط. صحيح. فيحتاج انه يطور نفسه في الدراسة، يضطر الى البحث عن جامعات وهذه الامور. جميل. فالحمد لله يعني بفضل من الله والخطوط الجوية القطرية فتحوا البرنامج قبل 3 سنوات، فاحنا انضمينا الى هذا البرنامج وقاعدين ندرس مثلا الان ماجستير. ما شاء الله. ماجستير في إدارة الأعمال. هذا غير الطيران نفسه. حلو. فهذا حلو. من التطوير الذات اللي الطيار يحتاجه في هذه الأيام. جميل. طيب سلمان، أنت التحقت في القطرية من 9 سنوات، هل تشوف برنامج الدرب هذا برنامج فعلا ممكن يضيف للشباب اللي توهم داخلين في هذا المجال؟ نعم، يضيف الكثير، يضيف الكثير للشباب. في السابق كان الفرص محدودة، كانت المجالات محدودة أكثر. جميل. الآن المجالات صارت أكثر والفرص أوسع، ومجال الدراسة صار أوسع بعد مع الدول، في اختيارات الدول الحين. قبل كان الدراسة في قطر فقط، الحين الطالب له الحق أنه يطلب أي دولة يبي. حلو. إذا كانت موجودة تحت مسمى المجلس الأعلى. بس طبعاً على حسب يعني اجتهاده أو على حسب حبه للشيء نفسه يعني. نعم. في النهاية إذا أنت حبيت الشيء تستمر فيه وتبدع فيه. في البرنامج فيه نقطة مهمة حلوة اللي هي السنتين. البرنامج التطوير الذات لمدة السنتين هذا. حلو. البرنامج جيد. جميل. خصوصاً للإدارات، لأن المتدرب في هذه السنتين يشتغل في أكثر من إدارة. حلو. فيشوف وين الإدارة اللي هو يحبها في النهاية ويستطيع أن ينضم لها. سلمان، ليش اخترت طيار؟ شو اللي حببك في الموضوع؟ ليش اخترت هذه المهنة؟ استهواني من زمان، يمكن اليونيفورم، لبس الطيار. حلو. لبس الطيار هو اللي استهواني من زمان. طيب والآن شلون تشوف الحين نفسك؟ الحين عشق للطيران. جميل. أنا أشوف نفسي مش موظف، أشوف نفسي أدي هواية في الطيران. هو حلو إذا وصلت لهذه المرحلة. نعم. أنت حبيت الشيء. ولكن أنت عارف يعني هذه المهنة يمكن جديدة على مجتمعنا. عيالنا للحين ما تعودوا على هذه المهنة، يقول لك وين أطير وبالأيام وبالشهور وما تشوف أهلي. فشلون أنت تقول لهم نصيحة من خبرتك والتحاقك بعد في هذا البرنامج بعد هذه الخبرة؟ الطيران مجال أنا أشوفه بالنسبة لي مجال صراحة يطور الإنسان نفسه، تشوف ثقافات، تسافر بلدان مختلفة، تتعرف على لغات مختلفة، تقابل ناس مختلفين، أصدقائك ليس محدودين في قطر. صحيح. أصدقائك في جميع العالم، عندي أصدقاء في كل مكان في العالم. ما شاء الله. يعني أنا طرت تقريبا في معظم يعني في خلال 9 سنوات يعني معظم دول العالم اللي القطرية تطير عليها أنا طرت لها. فمجال مثل ما قلت لك ما يخليك محصور في مكان واحد، يخلي أصدقائك في كل مكان، ثقافاتك أنت ثقافتك نفسها متفتحة لجميع الثقافات واللغات. صحيح. فهذا شيء أنا أشوفه بالنسبة للطلاب أو بالنسبة للجدد إنه شيء أنا أشوفه مميز. لما تجي للوظيفة عاد كطيار نفسها ما في أمتع منها. أكيد. يعني أكيد. أحلى مكتب موجود في تسافر السماء. ببلاش. تسافر ببلاش وأحلى مكتب موجود في السماء يعني. صحيح. يعني صحيح. مكتبك يطل على أجمل المناظر دائما. سلمان، ما سويت سيلفي في الجو؟ وايد. طيب من خلال هذا الحفل يعني أنت الشباب الخريجين الآن والشباب الملتحقين شلون شفتهم؟ شوفهم ما شاء الله عليهم شغوفين، حابين. جميل. حابين يتعلمون. جميل. والأجمل في الشيء هذا العمر، من الثانوية العامة يلتحق في الكلية ويتخرج طيار وعمره 20 سنة. جميل. ولا 21 سنة. أنت كمسافر تركب وقدامك طيار عمره 21 سنة، أنا بالنسبة لي هذا فخر. هو فخر. إن بس قطري يمكن أنا خاف. لا بالعكس، ما وصل هذه المرحلة إلا هو متدرب على أمهر أياد المتدربين. أكيد أكيد. وهاي ما يوصل للمرحلة هذه، هذه أرواح ناس غالية طبعاً، مستحيل يعني إنه يوصلها من غير ما يتدرب عدل. سلمان، بيض الله وجهك، شرفنا على شاشة الرياض. ما قصرت. الله يجزاك خير. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، نحب نشكر سلمان العنزي يعني من أقدم الطيارين الموجودين في القطرية. 9 سنوات ما شاء الله عليه، أصبح الموضوع له هواية وحب. طبعاً إحنا اليوم في مشروع الدرب وهذا المشروع لتأهيل الطلاب، وما شاء الله عليهم يعني هم فعلاً نفس ما قال سلمان هم متشجعين يبون المزيد. في معلومة بس أخيرة أبي أعطيكم إياها قبل ما ننهي،
ان مثل ما تشوفون الشعار تم تغيير الشعار ليصبح مثل الطيارة، وهذا الدرب اللي بيمشون عليه إن شاء الله عيالنا، وبيصيرون من أفضل الطيارين في العالم وبيستعنون بهم أكبر الشركات في العالم. وأتمنى أن أنتم استمتعتم معنا في هذه الفقرة. هذا كان ما لدينا من القصار، نرجع لكم في الاستديو. شكرا لك يا حمد، والشكر موصول لأقدم طيار قطري موجود، حمد سلمان، سلمان العنزي. لا، من أقدم الطيارين. من أقدم الطيارين. أنا شو قلت؟ قلت قلت أنت أقدم طيار. أقدم طيار، من أقدم الطيارين. نعم يستاهل سلمان. بس حمد، أنا أخاف من الطيارات. أخاف من الطيارة؟ أنا الحمد لله ما أخاف. فيني أنا فوبيا. عالج روحك، فيك فوبيا. ما تسافر، تقعد بتساق تسافر بر. لا سافر بس. لا الحين. في ناس تسأل من الطيار وكم عمره. إيه اللي شوي تخاف. هذه فاتتني، المفروض أسأل عنها. لا شوف، طاقم القطرية الجديدة أو الطيارات الجديدة. أي. مرة أركب ولا تحس. أرقد وامن. أرقد وامن إن شاء الله. إن شاء الله تعالى الله يحفظك. إن شاء الله. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل بعده بقية فقرات ترحيب، تابعونا.